بسم الله الرحمن الرحيم. وعاد لتمارس الدائرة، الموضوع الأخير في موضوع الدائرة. طبعا المماس نعرف احنا شنو المماس. إذا عندي دائرة، هذه دائرة فرضا، والمماس هو عبارة عن المستقيم الذي يشترك مع الدائرة بنقطة واحدة فقط. شوي إذا أحسن الرسم وناخذ لاين، وهذا اللاين يشترك بالدائرة بنقطة واحدة. لا، لاحظ أنه إذا هيج ما يشترك وياها بأي نقطة، ما يقطعها. إذا هيج يشترك وياها بنقطتين، لاحظ نقطتين، نقطتين اللي هي راح تصير نقول في هذه الحالة هذا المستقيم يقطع الدائرة. أما إذا يشترك وياها بنقطة واحدة بالضبط هيج، فهذا المستقيم نسميه مماس، ويشترك مع الدائرة فقط في نقطة واحدة. إذا موضوعنا اليوم هو كيفية إيجاد معادلة هذا المماس. طبعا كمراجعة بسيطة، المماس مستقيم مثل ما نعرف، فمراجعة بسيطة إلى موضوع كيفية إيجاد معادلة الخط المستقيم. يعني احنا درسنا إيجاد معادلة الدائرة. لإيجاد معادلة الدائرة نحتاج إلى نصف القطر ونحتاج إلى المركز. زين، معادلة المستقيم شو نحتاج؟ نحتاج يا إما نحتاج نقطة لإيجاد معادلة المستقيم، أي مستقيم، سواء كان مستقيم المماس أو غيره. أكو طريقتين نحتاج، يعني شغلتين، واحدة من ذني الشغلتين. يا إما نحتاج نقطتين، ونقطتين طبعا ينتمون إلى ذلك المستقيم. يا إما نحتاج إلى نقطتين، يا إما نحتاج إلى نقطة واحدة وميل. نقطة واحدة وميل، نقطة واحدة طبعا تنتمي للمستقيم. زين، الميل شنو يعني الميل؟ ما معنى الميل؟ الميل الصراحة، الميل هو لو أخذنا مثلا هذا مستقيم، فما هو الميل؟ الميل هو الزاوية التي يصنعها ذلك المستقيم مع الجزء الموجب من محور الإكس، من محور إكس، الزاوية أو ظل الزاوية تان. هذه هي الزاوية اللي هي مثلا 500 ثيتا. إذن الميل هو ظل الزاوية. زين، الميل شلون نلقاه؟ وهذه مراجعة، حاليا جاي أسوي لك مراجعة لما درسته في العام الماضي. الميل يمكن إيجاده بثلاث طرق أو أربعة. يعني خلينا نشوف بالكتاب، هذه بالكتاب هنا. الطريقة الأولى لإيجاد الميل هو من خلال نقطتين وتطبيق هذا القانون. هذا القانون تنحفظ. زين، الطريقة الثانية لإيجاد الميل هو من خلال، إذا أعطانا معادلة مستقيم، أعطانا معادلة مستقيم ويريد الميل مالته، فهاي طبعا صيغة العامة لمعادلة المستقيم ذكرناها سابقا. شلون الصيغة العامة للدائرة؟ هذه صيغة عامة إلى معادلة المستقيم، وإذا جتنا نرتبها، يجب أن نرتبها، يعني نسويها أي إكس بعدين زائد بي واي زائد سي تساوي صفر. يعني لو أكو رقم هنا ندور الجهة الثانية، لو أكو إكس بهاي الجهة ندورها نرجعها، ونرتبها ونطلع الميل. القانون مالته هذا القانون مال الميل، هذا قانون إيجاد الميل من معادلة مستقيم. زين، والقانون أو الطريقة الثالثة لإيجاد الميل هو بأن بالسؤال ينطينا زاوية، فمجرد نلقى الظل مالها ونقول الميل هو الظل. ورابعا، حالة خاصة هذه رابعا، المستقيم إذا كان موازي لمحور السينات، موازي لمحور X مثلا هذه المحاور، فهذا المستقيم ايش قد الميل مالته؟ من الواضح جدا أنه الزاوية التي يصنعها مع المحور X هي صفر. إذا الميل تساوي صفر، ظل الصفر يساوي صفر. وأكو نقطتين جدا مهمات، ثاني نقطتين. النقطتين شنو؟ يقول إذا مستقيمين متوازيين فإن الميل مالتهم شنو؟ متساوي. يعني إذا كان هذا مستقيم الميل مالته على سبيل المثال 1/3 أو أي شيء آخر، فإن المستقيم هذا أيضا يساوي 1/3. إذا مستقيمين متوازيين فإن الميل مالهم واحد. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، إذا مستقيمين متعامدين، هذا مستقيم وأكو واحد عمودي عليه، واحد عمودي عليه، يعني الزاوية التي تصنعها 90 درجة. فإذا عندنا ميل واحد من عندهم فإن ميل الثاني هو مقلوب عكس الإشارة. مقلوب، أو نعبر، نقدر نعبرها أنه M1 في M2 يساوي سالب واحد. يعني هذا كان الميل مالته 1/2، هذا الميل مالته 1/2، فإن ميل هذا المستقيم اللي عمود عليه يساوي مقلوبة، يعني 1/2 يصير 2/1، يعني 2، وعكس الإشارة هاي موجب راح يصير شنو؟ راح يصير سالب. تاني نقطتين جدا مهمات. إذا بعد هذه المقدمة البسيطة نجي نحل أمثلة شلون نجي. طبعا أكو طريقة ثانية لإيجاد معادلة المماس، وهو من خلال هذا القانون. أنا ما أفضل الطالب يحفظ قوانين، وهذا القانون أيضا يعني أحيانا ما يشتغل ودائما،
فالطريقة اللي راح نمشي عليها هي الطريقة اللي تعتمد عليها واللي تفيدك يعني في المراحل القادمة في صف سادس. أيضا هم نتعلم طريقة إيجاد معادلة المستقيم وطريقة إيجاد ميل الوماس أحسن مما نحفظ قانون ومجرد تطبيقه ما بأي فكرة علمية. أوجد معادلة مماس الدائرة هذه عند النقطة هذه. زين، طبعا ذكرنا أنه الصيغة العامة لمعادلة المستقيم هي هاي AX زائد BY زائد C تساوي صفر. وأكو صيغة راح نستخدمها أخرى، صيغة أخرى لإيجاد معادلة أي مستقيم يعني مو شرط للمماس، هي الصيغة الآتية: Y ناقص Y1 يساوي MX ناقص X1. هاي الصيغة اللي راح نستخدمها. إذن إحنا يجب أنه نجد يعني فقرات هذا القانون، خلينا نقول عنه فقرات. ما هي فقرات هذا القانون؟ الميل والنقطة، الميل والنقطة. زين، X1 Y1 والميل هون. هسه السؤال هنا أنا. شلون راح نتعامل مع هذا السؤال وشلون راح نحل هذا السؤال؟ جواب مثل ما قلنا ذكرنا قبل شوية، عندي شغلتين يجب أن يتوفر عندي واحدة من ذن الشغلتين، يا أما نقطتين، يا أما نقطتين تنتميان إلى نقطتين، نقطتين تنتميان إلى المستقيم اللي نريده، أو يعني بالسؤال لازم لو ينطيني نقطتين، لو ينطيني نقطة زائد ميل. أي سؤال حتى ينحل يجب أن يكون عندي ذن الشغلتين، طبعا جاهزات أو القاهن بعدها يبقى حسب السؤال. إذن في سؤالنا، هذا هل نستطيع إيجاد نقطتين لو نقطة وميل؟ طبعا إذا نقطتين أيضا إيش راح نسوي؟ راح حمل الميل، حمل الميل من النقطتين هذولي ومناخذ أحد النقاط. فمن الواضح جدا أنه في هذا السؤال أنه أستطيع إيجاد نقطتين، النقطة الأولى هي هذه والنقطة الثانية هي مركز الدائرة، النقطة الثانية هي صفر صفر. إذا صار عندي نقطتين P واحد باثنين والنقطة الثانية C صفر بصفر، دول النقطتين. زين، هل أستطيع إيجاد، نعم، إيجاد الميل حسب القانون. الميل يساوي Y2 ناقص Y1 Y2، ومثل ما ذكرنا سابقا أنه رقمهم هذا X1 Y1 X2 Y2، والطالب اللي يقلبهن عادي ماكو مشكلة. ونجي نعوض y2 ناقص y1 يعني 0 ناقص 1 ناقص 2 عفوا راح يصير ناقص 2، وكذلك 0 ناقص 1 اللي هي ناقص 1. إذن الميل تساوي 2، سالب على سالب موجب، إذن الميل تساوي 2. إذن وجدنا الميل، لكن هذا سؤال، هذا الميل اللي هو قيمته 2 ميل مال منو؟ مال المماس؟ الجواب لا، مو ميل المماس، لأنه إحنا النقطتين اللي أخذناهن يقعان على القطر، قطر نصف القطر. زين، النقطة الأولى راح تصير هي المركز سي صفر صفر، هاي صفر صفر النقطة سي هذه، والنقطة بي اللي هي تقع لي من على الدائرة واللي من اللي منها يمر المستقيم. إذن الميل اللي طلعنا دي هي قيمته 2 هو ميل نصف القطر وليس ميل المستقيم. إحنا اللي نريده ميل من؟ نريد ميل المستقيم. زين، شنو العلاقة بين المماس والقطر؟ الجواب متعامدان، المماس عمودي على نصف القطر، ميل مماس الدائرة عمودي على نصف القطر، هاي مبرهن. زين، فإذا الميل اللي نريده خلينا نسمي هذا فتحة حتى ما لنا علاقة به، إذن هذا ميل نصف القطر. الميل اللي نريده هو مقلوبة نصف، مقلوبة عكس الإشارة، يعني شنو؟ يعني ناقص نصف. إذا نحل السؤال، ناخذ هسه صار عندي شنو؟ صار عندي نقطة، لاحظ هاي النقطة مو المركز، النقطة اللي هي تنتمي إلى شنو؟ تنتمي إلى المماس. ونجي نعوض y ناقص y1، ايش قد y1؟ 2 يساوي m اللي هو ناقص نص في x ناقص x1 اللي هي 1. وهذه هي معادلة الدائرة، لكن معادلة العفو المماس، لكن نرتبها، يجب أن نرتبها ونخليها بالصيغة القياسية. شنو يعني بالصيغة القياسية؟ يعني ندخل هذا النص ونخلي الأكس من هاي الجهة، صيغة قياسية، هاي صيغة قياسية، هاي صيغة القياسية. فندخل النص هذا ونرتبها وننقل ونشوف المعادلة ايش قد تصير. فأنا يصير عندي واي ناقص 2 وهذا الناقص نص يدخل على الأكس، ومن يجي لهنا أيضا يصير زائد، زائد النصف اكس، وهذا الناقص على الناقص زائد،
وزائد لكن من الدورة للجهة الثانية يرجع ناقص، فيصير أيضا ناقص نص، وهذا يساوي صفر. إيه طبعا الإكس لازم نخليه لقدام، ونحاول أنه معامل إكس ما نخليه نصف، نحاول نخليه عدد صحيح. ما صارت ما صارت، مو مشكلة، لكن قدر الإمكان. إذا أضرب الطرفين في 2 وأجيب الإكس لهنا، فراح يصير عندي إكس، وهنا أنا راح يصير زائد 2 واي، وهنا هاي ناقص 2 راح يصير 4، وهذه راح يصير 1، فعندي ناقص 4 ناقص 1 راح يصير ناقص 5 وتساوي 0. بقى عندنا وصارت بصيغة القياسية وانتهى الحل. هيك ينتهي الحل. إذا هذا السؤال انطاني نقطة واحدة تنتمي إلى المماس وتنتمي أيضا إلى الدائرة، وانطاني معادلة الدائرة. فشنو اللي سويناه؟ اللي سويناه من خلال معادلة الدائرة طلعنا المركز، وبعدين لقينا المماس، عفوا لقينا الميل مال نصف القطر، ومن خلال لقينا الميل المماس، وعوضنا بالقانون مال المعادلة ونحل السؤال. طبعا الكتاب حاله بالطريقة الثانية، إذا تريد بالطريقة الثانية ممكن أنه تحله. طبعا لا منطي مركز، منطي المركز ومنطي النقطة. إذا ما عندنا مشكلة، من خلال هذين النقطتين نطلع الميل، وأيضا هذا ميل نصف القطر، ميل نصف القطر. واي 2 ناقص واي 1 يعني 4 ناقص 3، هاي أو مسويها هو بالعكس 3 ناقص 4 عادي. نستخدم هذه الاكس 1 هذه واي 1، العفو هذا اكس 2 هذه واي 2 هذه اكس 1 وهذه واي 1 بالعكس نفس الشيء. فراح يصير عندي 3 ناقص 4 على 2 ناقص ناقص 1 يعني زائد 1، فالميل طلع ناقص ثلث. مقلوبة عكس الإشارة هو 3، ونقطة التماس منطيها بالسؤال، نعوض y ناقص 1 يساوي mx ناقص x1، والكل معلوم الy1 بالنقطة اللي نريدها هي هذه y1 3. إذن y ناقص 3 يساوي الميل اللي هو 3، وداخل مرتبها طالع الناتج هالشكل. هنا أنا أيضا منطيني دائرة، لكن هنا أنا بالصيغة العامة وليست الصيغة القياسية. فنطلع المركز وإيجاد المركز طبعا من خلال ناقص هذا ال h هو ناقص اي على 2، وهاي ال اي هي سالب 2، فناقص ناقص اي على 2 يعني زائد 2 يعني 1، وال k هي ناقص b على 2، وال b هي 4، والناتج على 2. إذا طلعنا المركز ومنطيني هو النقطة، نحل السؤال بعد أي مشكلة. وموضوع مماس الدائرة موضوع بسيط، وتحلون التمارين. خلينا نجزئهن، يعني تمرين مثلا الأول، نحل التمارين كلها طبعا لأنه هي مجموعة وحيدة بهذا الفصل، مجموعة وحدة. خلينا نشوف الله ايش قد عدد التمارين. خلينا نحل نصهن 7. إذا هذا الأسبوع مطلوب عندك حل 7 تمارين من 1 إلى 7، من 1 إلى 7. واجب. السلام عليكم ورحمة الله.